السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بحضراتكم تمام بخير. معكم معالج محمد الكاشف، تخصص تقسيم دخلي وأسس. إن شاء الله بإذن الله في الورشة بتاعت المستوى الأول. حابب بس أقول لكم مقدمة بسيطة قبل ما نبدأ بأي تطبيق في الورشة. الهدف من المستوى الأول طبعا بيستهدف أول حاجة بيستهدف الغير المتخصصين في مجال التصميم الداخلي. بيتم دراسة مشاكل التصميم بجانب دراسة ممرات الحركة. بعد ما حضراتكم بتعدي المرحلة دي بنبدأ بعدها نخش بعد كده في التجهيزات الخاصة بالرسومات التنفيذية للتصميم الداخلي. فطبعا المستوى الأول هيبقى مفيد جدا للناس اللي أول مرة تشتغل في التصميم الداخلي أو اللي أول مرة ياخد فكرة عن الشوب براون، ودي تعتبر السلمة الأولى لحضراتكم لبداية الشوب براون. فعشان كده احنا عملنا في الورشة بتاعت المستوى الأول اللي هي التطبيق وان دون، سواء غرفة النوم الماستر أو الريسبشن أيا كان الفراغات اللي هتكون متاحة لحضراتكم. طبعا مع التحديثات الجديدة اللي بنعملها كل فترة للناس الملتزمين معانا في خلال فترة الورشة. اللي هنتعلمه إن شاء الله بإذن الله في المستوى الأول، أول حاجة إن احنا نبدأ ندرس مشاكل التصميم، ودي اللي هتتعلموها من خلال التسجيلات اللي هتوقع لحضراتكم في التسجيل بتاع المحاضرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وبعد كده بنبدأ نخش بعد كده في دراسة الخامات المرتبطة بالتصميم، وده هيساعدكم ان انتوا بعد كده لما تيجي تشتغلوا في اي بروجكت تقدروا تشتغلوا بنفس الخطوات اللي انتوا اتعلمتوها في ورشة المستوى الاول. اول حاجة طبعا احنا بنبدأ بالورشة التمهيدية اللي هي ورشة التطبيق الاس اوف، اللي هي ورشة رمضان 23. مطلوب من حضراتكم انها تطبقوا بس 3 نماذج من 6 نماذج، وده موجود طبعا على اليوتيوب. الناس اللي هتسأل طب يا مهندس طب ايه الفرق ما بين ان احنا واخدين كورس مدفوع وكورس مجاني؟ لا، في فرق كبير طبعا، ان المتابعه بتاعت الورش المجانيه المرفوعه على اليوتيوب دي بتبقى متاحه لحضراتكم بعد ما حضراتكم ما بتطبقوا التطبيق. بعمل معاكم متابعه، بوضح لكم ايه الاخطاء اللي انتوا تاخدوا بالكم منها في التطبيق، بندخل في تفاصيل اكتر. دي هتساعدكم اكتر في ان انتوا بعد كده لما تيجوا تشتغلوا في اي مشروع تقدروا تاخدوا بالكم من النقاط المهمه اللي موجوده في التطبيق. تمام. طبعا بعد ما بنطبق ورشه الاسقف على الاقل 3 نماذج من النموذج الاول للثالث، حضراتكم بتاخدوا 3 نماذج بس، وده متاح على اليوتيوب ومرافق كمان موجود على طبعا حضراتكم هتطبقوا ورشه الاسقف الرسومات التنفيذيه للتصميم الداخلي. حضراتكم هتختاروا بس 3 نماذج، مرافق تحت كل فيديو الرابط الملف العمل اللي هتطبقه الخاص بالورشه. تمام. حضراتكم بعد ما بتخلصوا التطبيق بترفعوا الصف على الجروب البرايفت الخاص بالمشتركين معانا في المستوى الاول. بعدها على طول بنبدا بعد كده نطبق المحاضره الاولى الخاصه بالورشه المستوى الاول اللي هي غرفه النوم الماستر او الريسبشن او الفراغات اخرى على حسب الزمانات المتاحه. الورشه الاولى طبعا مرفوعه برضو على اليوتيوب، هتبداوا تنزلوا ملفات العمل ده مرافق بعد الفيديو في نفس اللينك اللي في الفيديو اللي حضراتكم سمعتوه من التسجيل في ملف بي دي اف. حضراتكم هتفتحوا الملف البي دي اف، هتلاقي اللينك الجزء الاول المحاضره الاولى، اللينك الجزء الثاني المحاضره الاولى، وملف العمل الخاص بالتطبيق. طبعا الملف العمل اللي انا مديها لحضراتكم دي اللي هتطبقوها في خلال المحاضرات اللي هي بتاعت الوقت. تمام. المحاضره الاولى هتبداوا تشتغلوا في الخطوات التطبيق. طبعا هيبقى في عندكم استفسارات وملاحظات، ودي بيتم الرد عليها في خلال المتابعات البرايفت، والمتابعات البرايفت بتقدروا تعرفوا تفاصيل اكثر عن المشاكل الموجوده في التطبيق. الهدف من التطبيق المحاضره الاولى والثانيه حاجتين. هتلاقي طبعا في اخطاء موجود اصلا في التصميم، واحنا قاضيين ان انتوا تطبقوا الاخطاء اللي موجوده في التطبيق علشان لما تيجي تعملوا المتابعه او حضراتكم تحضروا المتابعه تعرفوا ايه المشاكل اللي موجوده في التطبيق. تمام. بعد ما بتخلصوا التطبيق المحاضره الاولى والثانيه، بنعمل بعد كده بنبعت لحضراتكم لينك التطبيق المحاضره الثالثه والرابعه، بعد كده اللينك المحاضره الخامسه والسادسه، وبعد كده بنبعت لحضراتكم التسجيل الخاص بالمتابعه البرايفت تعرفوا ايه الاخطاء اللي موجوده في التطبيق. طبعا هتلاقي فيه ملاحظات كتيره جدا كانت موجوده في التصميم، ومن خلال المتابعه بقول لكم الحاجه البوينت المهمه اللي تاخدوا بالكم منها بعد كده في اي تطبيق عملي في التوب بروجرام. وبعد كده بعمل لحضراتكم متابعه لايف عن طريق برنامج الزوم، طبعا بالتواصل مع خدمه العملاء بيتم تحديد الميعاد، بصلح لكم الاخطاء اللي موجوده في التطبيق.
طبعا مهم جدا ان حضراتكم تحضروا المتابعه والتسليم الطاقات اول باول، عشان هي دي اللي هتقدر تطلعوا منها بالاستفاده من ورشه المستوى الاول. وطبعا ورشه المستوى الاول بيبقى السيستم اللي هنطبقها بنظام البلوك. يعني ايه بنظام البلوك؟ النظام البلوك ان احنا بنشتغل من خلال ملف واحد بس، وده بيبقى مهم جدا لو انا شغال في مشروع صغير زي مثلا غرفه نوم ماستر ليفنج ريسبشن، وشخص واحد بس اللي بيشتغل في البروجكت. في بقى سيستم ادفانتس المستوى المتقدم اللي هتعرفوها ان شاء الله في ورشه المستوى المتقدم. طبعا كل الناس المتدربين معانا في الورشه بيبقوا ليهم قسم خاص ومميز لورشه المستوى المتقدم، لان احنا عندنا في الوان ورك شوب بنستهدف الناس الملتزمه معانا، ودي اكتر حاجه تطلعوا منها باستفاده كويسه جدا في خلال فتره الورشه. وبنقل لحضراتكم خبراتي في مجال التصميم الداخلي والرسومات التنفيذيه خلال السنوات السابقه يمكن اكتر من 15 سنه. تمام؟ وهتلاقوا بقى طبعا معلومات زياده، وبجانب كمان ان بيبقى عندكم اسئله من خلال المتابعه بقدر اقول لكم ايه البوينت المهمه اللي تاخدوا بالكم منها، ازاي نجيب الخامات، ازاي نركب التفاصيل بتاعت الماتيريال، ازاي نعرف ننفذ الحاجه دي ازاي على المحتوى الزون اللي هو المستوى الاول. تمام؟ طبعا في ورشه المستوى المتقدم او الادفانتس طبعا بيبقى تطبيق على مشروع كبير، يبقى شقه سكنيه فيها كل الفراغات، طبعا السكيل بيبقى اكبر شويه، ودي هتساعدكم اكتر في ان انتوا تبقوا فاهمين انتوا هتبداوا الوركينج ازاي. لان نجاح الرسومات التنفيذيه لازم يكون عندي خبره كويسه جدا في ان انا ادرس مشاكل التصميم، دراسه الممرات الحركه، ازاي ان انا اجيب الداتا بتاعتي المتوفره في السوق على حسب المكان اللي انا هنفذ فيها البروجكت، سواء الناس اللي معانا داخل مصر او خارج مصر. تمام؟ طبعا المقدمه دي بسيطه لحضراتكم عشان تعرفوا بس ايه اللي هتطلعوا من الورشه. اللي هنطلع من الورشه ان شاء الله باذن الله هنتعلم دراسه ممرات الحركه، ازاي نجهز البلانات الاساسيه الخاصه بالمشروع زي بلان الدايمنشن، البلان القود، البلان السقف، البلان الارضيه، البلان الكهرباء، بالاضافه القطاعات الخاصه بالتصميم الفراغ اللي حضراتكم هتطبقوا. تمام؟ بعد ما حضراتكم هتطبقوا التطبيق اقدر بعد كده اتابع مع حضراتكم مرحله خطوه خطوه، ودي نقطة مهمة جدا حضراتكم تاخدوا بالكم منها في خلال فترة الوقت. دي نقطة مهمة حابب أوضحها لحضراتكم، ابتداء من المحاضرة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، ده بيبقى التسجيلات موجودة على جوجل درايف الخاص بالمشتركين معانا في المستوى الأول. بيشتغل بنظام ماشين كود أو ماشين أي بي. حضراتكم بتبعتوا طبعا الماشين كود في فيديو طبعا تسجيلي موضح لحضراتكم الخطوات ان انت ازاي تجيبوا الكود ماشين عشان نبعت لحضراتكم الباسورد الخاص بتسجيل الفيديو. طبعا الباسورد الخاص بتسجيل الفيديو مسموح لجهاز واحد بس، مش هينفع ينتقل على اكثر من جهاز. تمام؟ لكن المحاضره الاولى زي ما وضحت لحضراتكم ورشه الاسوق ورشه الاسوق والمحاضره الاولى الخاصه بالمستوى الاول ده بس الموجود على اليوتيوب، وبعد كده بتكملوا المحاضرات من الفيديوهات المسجله المرفوعه على جوجل درايف. حابب طبعا حضراتكم تسمعوا الفويس اللي بعده، الفويس الثالث، حد من احدى المتدربين معانا في المستوى الاول. تسمعوا بس اهميه المتابعه والشكل النتائج اللي انت هتوصلوه في خلال فتره التطبيق بتاع الورشه، عشان حضراتكم ان شاء الله تقدروا توصلوا بنفس المستوى اللي حضراتكم هتشوفوه في الفيديو اللي جاي. هو يعني زي ما باشمهندسة ضحى قالت ان انا كنت مع باشمهندس في الوان زون زيكو بالظبط. بدأت الاول من ورشة رمضان اللي هي الاسقف، فيعني اول لما دخلت ورشة رمضان الاسقف يعني تأكدت ان انا ان شاء الله اكمل مع الوان زون مع اليوان. حاليا انا بأمر الله داخلة المستوى المتقدم. اللي انا استفدته من لوين بصراحة تقريبا انا ما لقيتوش في مكان تاني، زي ما باشمهندسة ضحى قالت ان احنا بندرس ممرات الحركة، بندرس علاقات الفرش بالاسقف والحيطان، يعني مش مجرد ان احنا بنعمل لوح ووركينج بس، او ان احنا نعمل توصيف، او ان احنا نرسم مجرد التصميم اللي جاي لنا في الصور ان احنا ازاي بس مجرد نعمله كده وخلاص. لا يعني قعدنا فترة مع الباشمهندس بندرس الاول ازاي ان هنعمل تعديلات في المشروع تخلي، يعني هجيب لكم الاول لوحة الفرش. يعني مثلا احنا الاول قعدنا ندرس مسارات الحركة في الفرش، فعملنا تعديلات في التصميم ازاي تبقى علاقات ما بين الفرش مريحة للي بيستخدم، مش مجرد شكلها حلو بس في 3D،
ودي بصراحة أكتر حاجة بتميز لوان عن باقي الأماكن التانية اللي يعني بتدي working أو كده، هي دراسة التصميم نفسه. يعني ده أنا اللي أنا كنت بدور عليه، خاصة إن أنا قسم عمارة. بس يعني مثلا أنا في قسم عمارة إحنا درسنا حاجات من كده، بس مش بليفل العمق بتاع باشمهندس محمد، لأن هو ده التخصص بتاعه أصلا. التصميم داخلي وأساس، فيعني مهما حاولنا الواحد إن هو يذاكر مع نفسه أو إن هو يجتهد مع نفسه، ما زال برضه بيبقى فيه عنده حتة كده ناقصة. فكنت قاعدة بدور عليها فترة طويلة إن أنا عايزة أعالج الحتة دي، اللي هو خاصة إن إحنا شغالين في التصميم. كان أول مرة أشتغل working بالليفل ده، يعني أنا اشتغلت working قبل كده، ما كانش حد بيركز من الليفل ده من التفاصيل. لوحة الأسقف، يعني معرفش انت حضرت ورشة رمضان في الأسقف ولا لأ، يعني من أكتر حاجة كانت استفادة رهيبة بصراحة. طيب يعني عايزة الواحد أسألك، كان يعني هل كنت هتقدري توصلي للمستوى ده كله بدون متابعة أو إنك تعتمدي بس على تسجيلات؟ لأ، يعني إن الأساسيات هي اللي بتتقال في التسجيلات، وبعدين الليفل بقى من توضيح الأخطاء اللي بتتقال في التصميم. يعني احنا الأول بنعمل زي اللي موجود في التصميم بالظبط، يعني انا هوريكم في الكفر ده صورة التصميم. احنا في البداية بنمشي ورا التصميم زي ما هو موجود في الصور، في المتابعة بنقدر نتعرف بقى على الاخطاء، يعني ايه الحاجات اللي ما ينفعش تتعمل في التنفيذ، ايه الحاجة اللي شكلها حلو بس في 3D لكن لما نعملها في الوركينج او نيجي نعملها على ارض الواقع مش هتبقى صح ومش هتبقى حلوة. فده بنعرفه اكتر مع المتابعة، يعني بنستفاد اكتر بصراحة في المتابعة. يعني سواء انت كنت عايز تشتغل working او انت اصلا شغال تصميم بس ما بتعملش لوحة working، في الحالتين استفادة يعني كبيرة جدا. بس ان شاء الله منتظرين يعني نشوف شغلك باذن الله في المستوى المتقدم. حابين برضو نعرف ان انت يعني نتيجه التزامك في ورشه الوان زون اخذتي خصم يعني كويس في ورشه الاستوديو، تمام طب صح؟ الحمد لله. يعني هو يعني كمان يعني عشان الواحد الحمد لله من ساعة ما دخلت مع باشمهندس من ورشة الأسقف في ورشة رمضان، بعدين التزمت في كذا ورشة بعدها، فتقريبا يعني الواحد تقريبا يعني بقى ليفل، هو ستايل الحياة بتاعته دلوقتي بعمل الحاجة بتاعت الواحد. فكملت بقيت كذا ورشة، فالحمد لله الواحد يعني أخد قسم حلو. بالتوفيق ليك يا باشمهندس. هي دي نقطة كنت حابة أوضحها، بس إنه الناس اللي بتلتزم معانا في ورشة الوان زون بياخدوا خصم حلو جدا على ورشة الاستوديو، لأنه إحنا في الوان يعني دايما اللي هو بأهدافنا إن إحنا محتاجين الطلبة الملتزمين اللي بيطبقوا اللي فعلا عايزين يتعلموا الحاجات يعني في وقتها، مش مثلا ناخد تسجيلات ونركنها ولما نفضى نبقى نشوفها فهتضيع في الوقت وكده يعني. فبيبقى أهم حاجة عندنا في الورش اللي باشمهندس محمد بيقدمها هي فكرة إنك بتطبق الورشة في نفس الوقت المحدد ليها، وبتتابع مع باشمهندس محمد في المدة المحددة للورشة يعني عشان تقدر تستفيد بالخبرة الموجودة في الورشة دي وتطلع بنتائج ممتازة، زي مثلا النتائج بتاعت ورشة الوان زون بتاعت باشمهندس خلود، تمام؟